بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عزيزي التلاميذ، عزيزي التلميذات مستوى الرابع ابتدائي الحوجي، مرحبا بكم مجددا في لقاء جديد مع درس جديد بمادة الرياضيات. اليوم إن شاء الله أعزائي التلاميذ سنتعرف على درس هو امتداد لدرس سابق ويتعلق بالأعداد العشرية، وهذا الدرس سيكون بعنوان الجمع والطرح، يعني الأعداد العشرية، جمع الأعداد العشرية وطرح الأعداد العشرية. ستجدون هذا الدرس جمع الأعداد العشرية بالصفحتين 103 و104، وكذلك طرح الأعداد العشرية 108 و109. إذا على بركة الله نبدأ حصة اليوم، ولا بأس أعزائي التلاميذ أن نقوم بتذكير بسيط بما تعرفنا عليه على الأعداد العشرية. وقلنا بأن الأعداد العشرية هي كل كتابة تكتب على الشكل الآتي، مثلا 547.392. إذا هذا العدد يسمى عدد عشري، هذا العدد يسمى ماذا؟ عدد عشري، يسمى عدد عشري. إذن أعزائي التلاميذ، قلنا بأن العدد العشري ينقسم إلى جزئين، جزء صحيح وجزء عشري. والجزء الصحيح دائما يكون على يسار الفاصلة، والجزء العشري يكون دائما على يمين الفاصلة. إذن أعزائي التلاميذ، وقلنا بأن العدد العشري ينقسم إلى جزئين كما قلت لكم، الجزء الصحيح والجزء العشري. الجزء الصحيح يتكون من أرقام الوحدات والعشرات والمئات والآلاف وهكذا، وبالنسبة للجزء العشري ينقسم إلى الأعشار، رقم الأعشار، رقم أجزاء المئة، رقم أجزاء الألف. الرقم الأول بعد الفاصل يسمى رقم الأعشار، والرقم الثاني بعد الفاصل يسمى رقم أجزاء المئة، والرقم الثالث بعد الفاصل يسمى رقم أجزاء الألف. إذن أعزائي التلاميذ، هذا كانت كتذكير بسيط وبسيط جدا. إذا قلنا بأن 547 يمثل الجزء الصحيح، وبالنسبة ل 392 يسمى الجزء العشري. إذن انتبهوا لهذا الأمر جيدا، لأن هذه النقط مهمة وستساعدنا في جمع وطرح الأعداد العشرية بدرجة كبيرة إن شاء الله. إذن مباشرة أعزائي التلاميذ، سننتقل لنفهم كيفية جمع وطرح الأعداد العشرية من خلال هذا النشاط. إذن كما تلاحظون، لجمع أو طرح الأعداد العشرية أنجز العملية بالشكل المعتاد. كما تعرفنا على ذلك في التقنية الاعتيادية للجمع، سواء التقنية الاعتيادية للجمع أو التقنية الاعتيادية للطرح، إذن كذلك الشأن بالنسبة لجمع وطرح الأعداد العشرية، فالتقنية تبقى كما هي، لكن هناك خاصية يجب أن نلتزم بها عندما نريد جمع أو طرح الأعداد العشرية، ألا وهي لا ننسى وضع الفواصل تحت بعضها، الفاصلة تحت الفاصلة، وهذا أمر مهم، وهذا أمر مهم، بمعنى دائما عندما أريد وضع عملية أو جمع عددين عشريين أو طرح عددين عشريين، فيجب علي أن أضع الفواصل تحت الفواصل، وأضع كذلك الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح كما سنلاحظ في هذين المثالين. إذا الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح، الفاصلة تحت الفاصلة، والجزء العشري تحت الجزء العشري. إذا أعزائي التلاميذ، كما تلاحظون، إذا لدينا هناك مثالين. المثال الأول هو جمع
جمع عددين عشريين، والمثال الثاني طرح عددين عشريين. إذا سنبدأ على بركة الله بالمثال الأول، كما تلاحظون لدينا 64.54، أو يمكن قراءة هذا العدد بطريقة أخرى 64.54 جزء من 100. قلنا جزء من 100 لأن هناك رقمان بعد الفاصل، زائد 234.65. إذا لكي نضع هذه العملية، أول خطوة يجب أن أقوم بها هي تحديد الفاصلة وكذلك الجزء الصحيح والجزء العشري. كما تلاحظون بالنسبة لهذا العدد الجزء الصحيح هو 64 والجزء العشري هو 54، وبالنسبة لهذا العدد الجزء الصحيح هو 234 والجزء العشري هو 65. إذا ننتقل لوضع هذه العملية. إذا كما قلت لكم أعزائي التلاميذ، إذا حذاري ثم حذاري من وضع الفاصلة تحت الفاصلة، دائما أضع الفاصلة تحت الفاصلة من فضلكم. إذا دائما عندما يكون لدي جمع عددين صحيحين طبيعيين نحترم الوحدة، وحدات تساوي وحدات والعشرة تساوي عشرة، وكذلك الشأن بالنسبة للأعداد العشرية. أول خطوة أضع الفواصل تحت الفواصل، وأضع الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح، والجزء العشري تحت الجزء العشري. لكن الجزء الصحيح الوحدات تحت الوحدات، العشرة تحت العشرات، والمئات تحت المئات إذا كان هناك مئات. وبالنسبة للجزء العشري الأعشار تحت الأعشار، وأجزاء المئات تحت أجزاء المئة، رقم الأعشار تحت رقم الأعشار، ورقم أجزاء المئة تحت رقم أجزاء المئة. إذا كما تلاحظون وكما جرت العادة في التقنية الاعتيادية للجمع أو الطرح، نبدأ من اليمين نحو اليسار، نبدأ دائما الحساب من اليمين نحو اليسار. إذا سنبدأ 4+5=9، 5+6=11، أكتب 1 واحتفظ بواحد هنا. إذا 15+6=16 تعطينا 11 جزء من الأعشار. إذا أكتب 1 واحتفظ بواحدة واحدة، 4+4=8+1=9، 3+6=9، و2+0 هنا يمكنكم إضافة إذا شئتم، 2+0=2، وبالتالي نحصل على المجموع 299.19. إذن المجموع يساوي في هذه الحالة 299.19. إذن ننتقل للطرح بنفس طريقة الجمع، نضع عملية الطرح، نحترم الفواصل تحت الفواصل، لكن هنا للإشارة فقط أعزائي التلاميذ، يجب أن نضع دائما في عملية الطرح نضع العدد الأكبر فوق والعدد الأصغر تحت. إذا دائما نضع العدد الأكبر فوق ويسمى المطروح منه، والعدد الأصغر يسمى المطروح. إذا المطروح منه دائما يكون فوق، والمطروح يكون دائما في الأسفل. هذه معلومة مهمة جدا، دائما نلتزم في الطرح بوضع العدد الأكبر فوق والعدد الأصغر تحت، ويسمى العدد الأكبر المطروح منه والعدد الأصغر المطروح. كما تلاحظون وضعنا الأعداد واحترمنا هنا الوضع، وضعنا الفاصلة تحت الفاصلة تحت الفاصلة، وضعنا الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح، والجزء العشري تحت الجزء العشري. إذا ونبدأ كما قلت لكم من اليمين نحو اليسار، من اليمين نحو اليسار. إذا نبدأ على بركة الله، 5 ناقص 3 أو 5 أجزاء من 100 ناقص 3 أجزاء من 100 نحصل على ماذا؟ على 2. إذا كما لاحظتم الطريقة المعتادة، الطريقة المعتادة لجمع وطرح الأعداد الصحيحة الطبيعية نقوم بها بنفس الخطوات مع جمع وطرح الأعداد العشرية، لكن يجب أن نحترم الوضع فقط. الجزء العشري تحت الجزء العشري، الفاصلة تحت الفاصلة، والجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح. إذا 8 ناقص 1=7، 3 ناقص 8 نقول لا يمكن، لأن لا يمكن أن نطرح 8 من 3، 3 ناقص 8 لا يمكن، 13 أضيف 10 وأضيف هنا 1، 13 ناقص 8=5، إذا 9 تصبح 10،
إذا 7 ناقص 10 لا يكون إضافة، أضيف 10 وأضيف 1، 17 ناقص 9 7، 1 ناقص 1 0، وبالتالي الفرق هو 75.72. أتمنى أعزائي التلاميذ أن تكونوا قد استفدتم من هذين المثالين. إذا ننتقل أعزائي التلاميذ لمعطيات أخرى تخص جمع وطرح الأعداد العشرية. يمكن الاستعانة بالأصفار كما في المثالين، وهذا مهم جدا. إذا يمكن الاستعانة دائما كما سنلاحظ في الأمثلة وكذلك التمارين التطبيقية. إذا هناك من لا يضع الأصفار وتكون نتيجته خاطئة. إذا أعزائي التلاميذ انتبهوا جيدا من فضلكم. كما تلاحظون 27.54 زائد 15، 15 هو الجزء الصحيح لأنه عدد صحيح طبيعي. إذا لكي يصبح عدد عشري أضيف الفاصلة. لدينا كم من رقم بعد الفاصلة هنا؟ لدينا رقمان، إذا أضيف صفران وتصبح العملية كما يلي. إذا كما لاحظنا وضعنا الفاصلة تحت الفاصلة، والجزء العشري في هذا العدد هو 45، والجزء العشري في هذه الحالة الصفران الذي قمت بإضافتهما ل 15. إذا والجزء الصحيح 27، هنا 15 هو الجزء الصحيح. كما تلاحظون رقم أجزاء المئة تحت رقم أجزاء المئة، الأعشار تحت الأعشار، الوحدات تحت الوحدات، عشرة تحت العشرة. إذا نبدأ على بركة الله. 5 زائد 0 5، 4 زائد 0 4 الفاصلة تحت الفاصلة، 7 زائد 5 12، أكتب 2 وأحتفظ بواحد أو بعشرة واحدة، 2 زائد 1 للاعتبار يساوي 3 زائد 1 4، وبالتالي نحصل على المجموع 42.45. ننتقل لعملية الطرح. كما تلاحظون أعزائي التلاميذ عدد ليس له الفاصل، فيمكن 95 يمكن إضافة الفاصلة والأصفار. إذا يمكن إضافة الفاصلة والأصفار كما تلاحظون هنا 95 أضفنا صفران، إذا الفاصلة دائما أركز كما تلاحظون أرسم الفاصلة مرة أخرى بالأحمر حتى تنتبهوا إلى هذا الأمر المهم جدا. إذا صفر ناقص 7 لا يمكن. لا تنسوا إضافة الأصفار من فضلكم، إضافة الأصفار أمر مهم. 0 ناقص 7 لا يمكن. إذا أضيف وأضيف بالشكل المعتاد كما تعرفنا في التقنية الاعتيادية كما قلت لكم سابقا. 10 ناقص 7 3، ننزل 1 وتصبح 2، 0 ناقص 2 لا يمكن، 10 ناقص 2 8، 5 ناقص 4 وليس 3 لأن قمنا بإضافة 1 هنا وأصبحت 4، 5 ناقص 4 1 و 9 ناقص 6 3، وبالتالي الفرق هنا في هذه الحالة 31.83، أو يمكن قراءتها كما تعلمنا ذلك في حصص قراءة وكتابة الأعداد العشرية 31.83 جزء من المئة. إذا أتمنى أعزائي التلاميذ أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس البسيط، ولكن يجب أن نتخذ حيطة عندما نضع عملية جمع وطرح الأعداد العشرية. يجب أن نحترم الوضع فقط، وضع الجزء العشري تحت الجزء العشري، والفاصلة تحت الفاصلة، الفواصل تحت الفواصل، إذا والجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح. إذا أعزائي التلاميذ بعد هذا سننتقل مباشرة لتمرين تطبيقي أو تمارين تطبيقية. من خلال هذه التمارين التطبيقية سنثبت هذه التعلمات إن شاء الله، وأدعوكم إلى كتابة هذه التمارين بدفتر المنزل ونقل جميع المعطيات المهمة الخاصة بهذا الدرس. إذا كما تلاحظون سنبدأ بالنشاط الأول. كما تلاحظون لدينا عمليتين، العملية الأولى والعملية الثانية. العملية الأولى ضع وأنجز العملية الآتية. إذا لدينا عملية الجمع وكذلك عملية
الطرح. إذن أول خطوة يجب أن تقوموا بها أكتبوا الحد الأول ويسمى 647.5 زائد، إذن يجب أن أحترم الوضع، أضع الفاصلة تحت الفاصلة والجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح. من هو الجزء الصحيح هنا؟ و 573. الجزء الصحيح في هذه الحالة 573. إذن سأحترم وأبدأ من الوحدات، الوحدات 3، العشرات 7، والمئات 5، وأكتب الأعشارات من الأعشار 4 وهنا 5. بما أن لدي رقمان بعد الفاصلة يمكن إضافة صفر ليصبح لدينا رقمان. إذن يمكن الآن الحساب 0 + 5 بالحال 5. إذن لا ننسى وضع الفاصلة تحت الفاصلة من فضلكم. 5 + 4 = 9، 7 + 3 بالطبع 10 وأحتفظ بـ1، 7 + 4 = 11 + 1 = 12، أكتب 2 وأحتفظ بـ1، 1 + 6 = 7 + 5 كم؟ نعم 12، وبالتالي المجموع في هذه الحالة 1220 وحدة و95 جزء من المئة. إذا ننتقل الآن مباشرة لعملية الطرح. إذا كما جرت العادة نكتب العدد الأول الأكبر. إذا انتبهوا جيدا، العدد الأكبر لماذا هذا هو العدد الأكبر؟ لأن 900 أكبر من 413 كما تعرفنا في مقارنة عددين عشريين، نقارن جزئيهما الصحيحين إذا تساويا ننتقل إلى الجزء العشري، لكن في هذه الحالة الجزء الصحيح أكبر من الجزء الصحيح. إذا 900.8 ناقص، إذن الفاصلة تحت الفاصلة، لاحظوا الطريقة من فضلكم. إذن نبدأ بالجزء الصحيح، الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات. إذن هنا لدينا الأعشار تحت الأعشار وأجزاء المئة تحت أجزاء المئة. كما تلاحظ لدينا هنا رقمان بعد الفاصلة وهنا رقم واحد، إذن يمكن إضافة صفر. إذن 0 - 4 يمكن لا يمكن؟ طيب الحال لا يمكن. إذن 10 - 4 6. إذن 8 - 7 ليس 8 - 7 وإنما 8 - 8. فهناك مجموعة من التلاميذ عندما يقومون بعمل الطرح ينسون الاحتفاظ 8 - 8 وليس 8 - 7. إذن حذاري ثم حذاري أعزائي التلاميذ، لن نقول 8 - 8 صفر. ننتقل للوحدات 0 - 3 لا يمكن. إذن أضيف وأضيف، أضيف 10 وأضيف 1. إذن 10 - 3 7. 0 - 1 لا، 0 - 2 لأن أصبح الاثنان أضفنا 1 هنا، إذن لا يمكن. 10 - 2 بطبيعة الحال 8، و 9 - 4 أو 5 بطبيعة الحال 5 لأن قمت بإضافة 1، 9 - 5 إذن 4، وبالتالي نحصل على 487.06. إذا أتمنى أعزائي التلاميذ أن تكونوا قد اتضحت لكم طريقة أو تقنية جمع وطرح الأعداد العشرية من خلال هذين المثالين إن شاء الله. إذا ننتقل مباشرة للنشاط التطبيقي رقم 2. إذا كما تلاحظون اغتنمت نوال موسم التخفيضات، اغتنمت نوال موسم التخفيضات وشرت هذين الفستانين الجميلين. إذا كما تعرفون عند الفيل سواء في المتاجر أو في الأسواق الكبرى سيكون هناك موسم التخفيضات، بدل أن يكون تشتري بالثمن الأصلي تشتري بثمن جديد منخفض عن الثمن الأصلي للفستان.
إذن إشارة هذين الفستانين الجميلين، لاحظ جيدا ثم احسب ثمنهما معا قبل وبعد التخفيض. إذا كما تلاحظون لدينا هنا علامة إكس بمعنى هذا الثمن قبل وهذا الثمن بعد، هذا ثمن الفستان الأحمر قبل التخفيض وهذا بعد التخفيض، هذا ثمن الفستان بالأزرق والأصفر قبل التخفيض وهذا بعد التخفيض. إذا أعزائي التلاميذ ننطلق على بركة الله لإنجاز هذا التمرين. إذا المطلوب في هذا السؤال، لاحظ جيدا ثم احسب ثمنهما معا قبل وبعد التخفيض. إذا يجب أن نحسب قبل التخفيض بعد التخفيض، ويجب أن نعرف مبلغ التخفيض ومبلغ التخفيض. إذا سنبدأ على بركة الله، إذا سننظم طريقة العمل. إذا سنكتب هنا قبل التخفيض، إذا سنحسب قبل التخفيض بعد التخفيض ونحسب كذلك مبلغ التخفيض. إذا سنبدأ على بركة الله قبل التخفيض. إذا كم كان ثمن الفستانين قبل التخفيض؟ بالنسبة للفستانين الأحمر كان 136.00 136.00 درهم، 136 درهم. إذا زائد الثمن الآخر قبل التخفيض كان كم؟ 95.50. إذا يجب أن نضع الفاصلة كما قلت لكم، والجزء الصحيح في هذه الحالة هو 95.50. إذا كما تلاحظون الوضع سليم، وضعنا الفاصلة تحت الفاصلة، الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح، والجزء العشري تحت الجزء العشري، وبالضبط كذلك احترام الرقم وحدات تحت الوحدات، 10 تحت العشرة، 100 تحت المئة، وهذا. إذا نبدأ على بركة الله، كما قلت لكم نبدأ من اليمين نحو اليسار، من اليمين نحو اليسار، 0 زائد 0 0، 5 زائد 0 5، 6 وحدات زائد 5 وحدات كم تساوي؟ 11. أكتب 1 وأحتفظ بالواحد. 9 زائد 1 10 زائد 3 13، أكتب 3 وأحتفظ بواحد، وواحد زائد واحد 2. إذا ثمن الفستان قبل التخفيض كان 231.50 درهم. إذا نكتب، لا بأس أعزائي التلاميذ أن نكتب الثمن هنا، 231.50 درهم. إذا ننتقل بعد التخفيض، كم أصبح ثمن الفستان الأحمر بعد التخفيض؟ أصبح ثمنه 119.90. إذا أكتب 119.90 كما تلاحظون، زائد كم أصبح ثمن هذا الفستان بعد التخفيض؟ 79.90. إذا أضع الفاصلة تحت الفاصلة وأكتب 79 وأحترم الوضع كما قلت لكم، الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح، وكذلك الوحدة تحت الوحدة، 10 تحت 10. فاصلة كم؟ فاصلة 90. إذا 119.90 ثمن أو الثمن الأصلي بعد التخفيض، والثمن هذا الفستان بعد التخفيض أصبح 79.90. إذا نجمع على بركة الله، 0 زائد 0 دائما من اليمين، أؤكد على ذلك، من اليمين 0 زائد 0 0، 9 زائد 9 18، أكتب 8 وأحتفظ بواحد، 9 زائد 1 10 زائد 9 19، 1 زائد 7 كم تساوي؟ لا ننسى الاحتفاظ من فضلكم، 9
7 زائد 1 8 زائد 1 9 واخيرا 1، وبالتالي نحصل على ثمن هذا الفستانين بعد التخفيض هو 199.8، ونكتب هنا 199 درهم. إذا الآن سنحسب مبلغ التخفيض. وماذا نقصد بمبلغ التخفيض؟ يعني سنطرح المبلغ قبل التخفيض مع المبلغ بعد التخفيض. إذا بمعنى سنأخذ 201.50 ونطرح منها 199.80. إذا نبدأ على بركة الله، 201.50 ناقص الفاصلة تحت الفاصلة 199.80. إذا نبدأ كما قلت لكم دائما من اليمين نحو اليسار، 0 ناقص 0 0، 5 ناقص 8 لا يمكن أضيف وأضيف، 15 ناقص 8 7، 1 ناقص كم؟ 10، لأننا نقول 9 لأن قمنا بإضافة 1، إذا لا يمكن، ستصبح 11 ناقص 10 كم تساوي؟ 1، و 3 ناقص 10 ليس 9 لا يمكن، تصبح 4، عفوا هنا 13 ناقص 10 3، و 2 ناقص 2 كم؟ 0. إذا كما تلاحظون 0 ناقص 0 0، 5 ناقص 8 لا يمكن، لأن 15 ناقص 8 تساوي 7، نقول هنا 10 ونقول 9، 11 ناقص 10 1، أصبحت 9 أصبحت 10، 13 ناقص 10 3، و 2 ناقص 2 ليس 1، 2 يساوي كم؟ 0. وبالتالي فإن مبلغ التخفيض هو 31.70 درهم. إذن المرجو منكم أعزائي التلاميذ تدوين هذه الأجوبة وهذه المعطيات في دفتر المنزل قصد مراجعتها في الحصص السابقة إن شاء الله. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم هذا الدرس فهما جيدا. إذن ننتقل مباشرة للنشاط الموالي، النشاط رقم 3. إذا التمرين التطبيقي رقم 3، تريد فاطمة، فاطمة تريد معرفة الفرق بين علوم صومعة الكتبية، هذه معلمة تاريخية توجد بمدينة مراكش المدينة الحمراء، وعلو صومعة حسن وهذه كذلك معلمة تاريخية توجد بمدينة الرباط. إذا تريد فاطمة معرفة الفرق بين علوم صومعة الكتبية وعلوم صومعة حسان، الكتبية صومعة الكتبية وصومعة حسان، ولاحظوا الصورة، لاحظوا جيدا واحسبوا الفرق بين علوم صومعتين. إذا ما هو علوم صومعة؟ كما تلاحظون بأن صومعة الكتبية أطول من صومعة حسان. إذا ما هو علوم صومعة الكتبية؟ صومعة الكتبية 68.92 متر، 68.92 متر. ما هو علو صومعة حسان؟ 43.94، 43.94. إذا على بركة الله سنحسب ماذا؟ الفرق بين علو الصومعتين. إذا كما قلت لكم في عملية الطرح، إذا نقول الفرق فهي عملية الطرح كما تعرفنا، الفرق هو الطرح. إذا هو خارج عملية الطرح. إذا علو صومعة الكتبية
هو أطول من علو صومعات حسان. إذا العادة المطروح في هذه الحالة المطروح منه هو 68.92، والمطروح هو 43.94، وبالتالي نضع هذا العدد فوق وهذا العدد في الأسفل. إذا على بركة الله ننجز العملية. إذا لدينا 68.92 متر ناقص ما هو علو صومعة حسان؟ إذا لا ننسى الفاصلة تحت الفاصلة، 43.94، 43.94. إذا ننجز على بركة الله، 2 ناقص 4 كما قلت لكم نبدأ من اليمين، 2 ناقص 4 لا يمكن أضيف وأضيف، أضيف هنا عشرات أجزاء مئة وهنا 10 واحد. إذا 12 ناقص 4 كم؟ بطبيعة الحال 8. 9 ناقص 9 أو 10، 9 ناقص 10 لأن أضفنا واحد. إذا دائما أركز على هذه النقطة، لأن في امتحانات أو مراقبة مستمرة دائما أجد أن بعض الأخطاء طريقة الإجابة صحيحة، لكن هناك من ينسى إضافة واحد هنا. لذلك أعزائي التلاميذ، عندما تريدون إنجاز عملية طرح أو جمع لا تنسوا الاحتفاظ من فضلكم. إذا 9 ناقص 10 لا يمكن أضيف وأضيف. إذا 19 ناقص 10 كم؟ 9. 19 ناقص 10 9، أضيف هنا أضع الفاصلة، أضيف هنا 1 تصبح 4، 8 ناقص 4 4، و 6 ناقص 2 6 ناقص 4 2. إذا ما هو الفرق بين علو الصومعتين؟ إذا سنكتب هنا الفرق بين علو الصومعتين هو كم؟ هو 24.98 متر. يعني الفرق بين علو الصومعتين هو 24.98. إذا أعزائي التلاميذ نمر للنشاط الرابع. نمر مباشرة للنشاط الرابع. إذا تريد فاطمة، قلنا هذا النشاط، إذا نمر للنشاط رقم 4. لاحظ كيف وضعت عائشة العمليات التالية. صحح وضع العمليات الخاطئة في الأسفل وأنجز. فعائشة هي تلميذة تدرس في المستوى الرابع، وهذه أخطاء أعزائي التلاميذ يمكنه، هناك مجموعة من التلاميذ يرتكبون نفس أخطاء عائشة، ولتجاوز هذه الأخطاء أدعوكم إلى ملاحظة ومشاهدة الفيديو مشاهدة جيدة من فضلكم وتتبع المراحل. كما قلت لكم سليفا كتذكير فقط بما تطرقنا إليه في هذا الدرس، قلنا عندما نريد جمع عددين عشريين أو طرح عددين عشريين نضع الفواصل تحت الفواصل، الفاصلة تحت الفاصلة، ونضع الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح، والجزء العشري تحت الجزء العشري، وكذلك يجب أن نحترم رتب الأرقام، الوحدة تحت الوحدة، العشرة تحت العشرة، المئة تحت المئة، وكذلك الشأن بالنسبة للجزء العشري، رقم الأعشار تحت رقم الأعشار، رقم أجزاء المئة تحت رقم أجزاء المئة، رقم أجزاء الألف تحت رقم أجزاء الألف. إذا أؤكد على هذا الأمر تأكيدا مهما. إذا لاحظوا جيدا طريقة إنجاز عائشة. إذا كما تلاحظون، لاحظوا جيدا 87 هو عدد صحيح طبيعي، وإذا أردنا 87 أن يصبح عدد عشري أضيفوا أصفار ويصبح عدد عشري. إذا فهي كما تلاحظون وضعت الجزء العشري مع الجزء الصحيح، إذا الجزء الصحيح وضعته مع الجزء العشري وهذا خطأ. إذا فكان يجب عليها أن تضع 87 مع 60، إذا 87 وتحتها 60 لأن 60 هو الجزء الصحيح و 87 هو الجزء الصحيح. إذا نصحح
إنجاز عائشة. إذا كما قلت لكم 87 ونضيف 3 أصفار، لماذا سأضيف 3 أصفار؟ لأن كما تلاحظون هنا لدي 3 أرقام بعد الفاصل، أضيف 3 أصفار، 1، 2، 3 ناقص أو زائد عفوا لدينا الجمع زائد 60 الجزء الصحيح، وأكسب 234، وأحسب الآن بطريقة بسيطة. إذا نبدأ من اليمين لأننا الفاصلة تحت الفاصلة. إذا 0 زائد 4 4، 3 زائد 0 3، 2 زائد 0 2، الفاصلة تحت الفاصلة كما تلاحظون، سأرسم الفاصلة بالأحمر حتى تنتبهوا إلى هذا الأمر المهم. 7 زائد 0 7 و8 زائد 6 ك 14، وبالتالي نحصل مجموع هذين العددين العشريين 147.234. إذا ننتقل للحالة الثانية، هل وضع عائشة صحيح؟ نعم وضعها صحيح، لكن كما قلنا في عملية الطرح وضعها صحيح، احترامات جزء صحيح تحت الجزء الصحيح، الجزء العشري تحت الجزء العشري، لكن كما تلاحظون لدينا الطرح يجب أن نضيف أصفار، لدينا رقمان بعد الفاصلة، رقمان بعد الفاصلة. إذا وتصبح العملية على الشكل الآتي، إذا سأعيد كتابة العملية 1923.40، ولن أكتب 4، 40 ناقص الطرح الفاصلة تحت الفاصلة كما قلت لكم، والجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح، من هو الجزء الصحيح هنا؟ إذا 954 ناقص فاصلة 38. إذا نحسب على بركة الله، إذا 0 ناقص 8 نقول لا يمكن، لأن 0 أصغر من 8، إذا تصبح 10 ناقص 8 2 3 و4 4، أضفنا 1 4 ناقص 4 0، إذن 3 ناقص 4 لا يمكن، لأن 3 أصغر من 4، أضيف 10 وأضيف 1 هنا، 1 فقط، 10 13 ناقص 4 9، 2 ناقص كم 6 أو 5، 6 لا يمكن، إذن تصبح 12 ناقص 6 6، 9 ناقص 10 لا يمكن، 19 ناقص 10 9، 1 ناقص 1 0، وبالتالي الفرق هو 969.02. ننتقل للعملية الأخيرة، كما تلاحظون الوضع خاطئ، وضعت الأعشار الجزء العشري تحت الجزء الصحيح أو الجزء الصحيح تحت الجزء العشري، وهذا خطأ، قلنا يجب أن يكون الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح والجزء العشري تحت الجزء العشري، إذا نصححه لعائشة، نكتب العدد الأول، إذا 1.989، من هو الجزء الصحيح هنا؟ هو 514، إذا أضع الفاصلة، الوحدات هنا في الحالة هو 4، 1 و5، إذا كم لدينا من رقم بعد الفاصلة؟ يمكن إضافة أصفار كما قلت لكم، نضيف 3 أصفار لأن لدينا 3 أرقام بعد الفاصلة، عملية الجمع. إذا كم تساوي؟ نبدأ من اليمين نحو اليسار، نضع الفاصلة هنا 9 8 9، لأن 9 زائد 0 9 8 زائد 0 8 9 زائد 0 9، 1 زائد 4 5، 1 زائد 1 5، وبالتالي المجموع هو 515.99.
989 أو نقرأها 515 واحدة و 989 جزء من الألف، لأن لدينا هنا قلنا جزء من الألف لأن التذلل أربعة. إذا لاحظوا جيدا طريقة الإنجاز أعزائي التلاميذ، سننتقل للقاعدة أو أتذكر، وهذه القواعد سأرسلها لكم عن طريق مجموعة الواتساب إن شاء الله حتى تتمكنوا من نقلها في دفتر الخاص بالدروس مادة الرياضيات إن شاء الله. إذن أعزائي التلاميذ، كما تلاحظون هنا قاعدة خاصة بطريقة جمع الأعداد العشرية، وهنا طريقة خاصة بطرح الأعداد العشرية. إذن بهذا أعزائي التلاميذ نكون قد قمنا بشرح درس الخاص بطرح وجمع الأعداد العشرية. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم هذا الدرس فهما جيدا، وتعرفتم على مراحل أو طريقة أو تقنية جمع وطرح الأعداد العشرية وجمع كذلك الأعداد العشرية. بهذا ننتهي حصة اليوم، نلتقي في حصة جديدة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.